هذا السائل يسأل: ما حكم الانتساب إلى السلفية وأن يقول شخص أنا سلفي؟ هذا اللقب شريف، والانتساب إليه شرف وعزة ورفعة. فالسلف هم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبقية القرون المفضلة النبي وصحابته سلف لهم وهم سلف لمن بعدهم. وهؤلاء بارك الله فيك ساروا على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. إذن سابق، فمن سبقك فهو سلفك، سلف من سبقك فهو سلفك. إن سبقك بخير فسلفك خير، ومن سبق شخصا بشر فهذا تابع له بشر. والله عز وجل يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. إذا كنت متبع لهم بإحسان فأنت مقصود وهم سلفك. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله عز وجل وهو يذكر قسمة الفيء في سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، هؤلاء المهاجرون. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذن هم سلفك، سبقوك، هم أمامك قدامك في الوقت، يعني ذهبوا. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، هؤلاء الأنصار. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم بعد المهاجرين والأنصار يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم، فهؤلاء هم سلف هذه الأمة الذين جاءوا من بعدهم تبع لهم يتبعون، فهم خير خلف لخير سلف، لخير سلف. وعندما نقول السلف لابد أن نقول الصالح، لأن هناك أناس تلبسوا بالبدع والمحدثات والضلالات، هؤلاء ليسوا هم المقصودين، ليسوا هم المقصودين. نعم، فالذين تقدموا في زمن مضى وهم أهل ضلال وأهل البدع فهؤلاء ليسوا هم المقصودين. إنما المقصود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابته من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من بعدهم من أهل القرون الثلاثة المفضلة ومن اتبعهم من أهل العلم، هؤلاء هم السلف. أنت عندما تقول أنا أتبع السلف، من تذكر بعد الصحابة؟ تذكر سعيد بن جبير، سعيد بن المسيب، تذكر محمد بن سيرين، أيوب السختياني، وتذكر مالك بن أنس والشافعي وأحمد، وتذكر البخاري ومسلم وأبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، تذكر أمثال سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة بن الحجاج وأبا بكر بن أبي شيبة وغيرهم من علماء الإسلام الذين حملوا السنة على جماجمهم وبلغوا دين الله عز وجل. أنت لا تذكر واصل بن عطاء ولا عمران بن حطان ولا عمرو بن عبيد ولا معبد الجهني ولا غيرهم من أئمة الضلال، إنما تذكر السلف الصالح الذين هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من تبعهم وسار بسيرهم. قال الله: والذين اتبعوهم بإحسان. نعم، اتبعوهم بإحسان. فالمبتدعة جاءوا من بعدهم اتبعوهم بسوء، ما أحسنوا. لهذا فمن تمسك بالكتاب والسنة على نهج السلف الصالح تراه ينتسب الآن إلى أولئك بكل راحة واطمئنان، بكل راحة واطمئنان. وأهل البدع الذين ينكرون الانتساب إلى السلفية في هذا العصر سلفهم أولئك المبتدعة ومن شابههم.
من ذكرنا أسماءهم وغيرهم ممن هم سائرون على البدع. لهذا ما عندهم سلف ترتفع به الرؤوس، ولا هم مستعدون أن يكونوا تابعا لصحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المهاجرين والأنصار ومن بعدهم. نعم، لأنه يجد أنه ينتسب إلى غير أهله. لو قال أنا سلفي بمعنى أنني وراء الصحابة ووراء ابن سيرين ووراء سعيد بن سيب، ينتسب إلى غير أهله، ما هو معهم ولا هو سائر على طريقتهم، هو يتبع المحدثات والضلالات، هو سائر وراء الانحراف والزيغ والضلال، فلهذا لا ينتسب إليهم. ثم هذه اللفظة قد نطق بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابنته فاطمة: نعم السلف أنا لك، وهو يحدثها عن أنه سيسبقها في الموت، فهو سلفها وهي متبعة له في الدين لا إشكال. المهم هذه اللفظة نطق بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ الألباني: وهذه الكلمة على ألسنة العلماء معنى كلامه، قال: بلا حصر. بلا حصر يعني عامة العلماء يتكلمون بها ويقولون المنهج السلفي، السلفية، سلفنا فلان سلف في هذه القضية كذا، السلف الصالح، يتكلم بها عبر القرون، هذه 1400 سنة وزيادة والعلماء ينطقون بكلمة السلف والسلفية دون نكير، دون نكير. نعم، ولم ينكر أحد من العلماء الانتساب إلى السلفية، لأن الله عز وجل يقول: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فأنت تنتسب إلى الإسلام الذي تركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعض الناس يقول: بس يكفي، ننتسب إلى الإسلام. نقول: فهمني وأفهمك، انتظر قليلا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. وذكر قبلها أن اليهود افترقوا إلى 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، والنصارى افترقت إلى 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذه 73 فرقة كلهم مسلمون، كلهم مسلمون. فأنا مسلم على مذهب من هذه 73 فرقة؟ عندنا واحدة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي الجماعة، وفسرها في اللفظ الآخر: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فهؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم هم سادة الجماعة التي أشار إليها، فهل ننتسب إليهم ونسير بسيرهم أو أوزع نفسي بين الفرق الأخرى؟ ماذا تريدني أن أقول؟ أنا مسلم معتزلي، شيعي، صوفي، مرجع، قدري، خارجي، أين أذهب؟ وسط هذه المعمعة، وسط هذه المعمعة. لهذا أنت هل تدعو الناس لأن يكونوا في أي فرقة من هذه الفرقة 73؟ مسموح لهم؟ والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كلها في النار. أدخل في أي فرقة ولو كنت من أهل النار، أو في واحدة التي قال هي الجماعة. إلى ماذا تدعو الناس؟ يا من تنكر الانتساب إلى السلفية، إلى ماذا تدعو الناس؟ أنت لا تقول: أيها الرجل كن مسلما وكفى. مسلما الإسلام داخله 73 فرقة، 73 فرقة، فإلى من يكون وإلى من ينتسب؟ نعم، فلهذا بارك الله فيك، أنت مسلم على طريقة السلف الصالح. من سلفي؟ قال الشيخ الألباني ويناقش شخصا في هذا، قال: لا حاجة لأن تفعل لمحاضرة، أنا مسلم متمسك بكتاب الله وسنة رسوله على نهج السلف الصالح. قال: إذن لا داعي لهذه المحاضرة كلها، قل سلفي وانتهينا. فهو هذا. ولهذا الشيخ ابن باز عليه رحمة الله نقل عنه أحد الباحثين أنه قال: يجب الانتساب إلى السلفية، أو قال: الانتساب إلى السلفية واجب. وهكذا الشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم، وغيرهم من أهل العلم. نعم.
فلهذا بارك الله فيكم إذا لم نميز أنفسنا أمام 73 فرقة سيختلط الحق بالباطل والسنة بالبدعة والهدى من الضلال. نعم، فلابد أنك تكون على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سائرا على ما يسير عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. نعم، المبتدعة في هذا العصر من الحزبيين وغيرهم أقضت مضاجعهم كلمة السلفية وأزعجتهم جدا. ما الذي أزعجهم؟ من زعجوا إلا لكونهم على بدع؟ وإلا أنا أقول له السلف النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ومن اتبعهم على طريقتهم هم سلفنا. ما الذي يغضب في هذا؟ الذي أغضبه أن داخل جماعته خليط من البدع، داخل جماعته خليط من البدع، فلهذا لو صرح بأنه على نهج أولئك لخسر أصحابه. فهو يريد أن من كان داخل أصحابه لا يزال بقي فيه حب للسلفية، يريد أن يخلخل هذا المنهج في قلبه ويميت في قلبه الغيرة السلفية ويبعد عنه التميز عن أهل البدع ويجعل في قلبه الضعف والضعف في باب الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله. فلهذا بارك الله فيكم المنهج السلفي منهج شريف والانتساب إليه شريف ترتفع به الرؤوس، ترتفع به الرؤوس.